عشرات الزرو. متقاعد خدمنا 34 عام وهاد الناس كلهم حنا دابا هاد الوقفه، الوقفه رقم 33 دايرينها. اننا كنا ملي كنا مزاولين وفي 2011 صاحب الجلاله وهب علينا بهذيك الزياده وكنا تناخذوها وتقتطعوا لنا منها، واذا بنا ملي خرجنا من التقاعد لقينا هذاك ما حسواش لنا في لاسيات ديالنا. لهذا راه حنا وصلنا 33 وقفه وبدون فائده. راسلنا الجهه رجال الدار البيضاء الكبرى، راسلنا الوالي ديال الدار البيضاء الكبرى، راسلنا مجلس المدينه العمده، وراسلنا المدير العام ديال ليداك، وزاره الداخليه، كاع طرقنا كاع البيبان ولا جواب. ودابا وصلنا 33 وقفه وما كاين والو. وفي الاخير كنا المدير جاوبنا وجاوبنا واحد الجواب غير مقنع، كاين تراغل في الجواب. المسائل اللي كتب لهم الكاتب العام ان سيجاوبنا في هذا المحروم، هذا الاقتطاع اللي كانوا تيقطعوا لنا ما عطاوش لينا، راه ما جاوب حتى شي حاجه وكان الجواب غير شافي. لهذا وصلنا دابا 33 وقفه وما كاين لا من يرد، ما كاين جواب، ما كاين والو. من هذا المنبر تنطلب بان صاحب الجلاله ان شاء الله يتدخل وينصفنا، لان احنا حقنا القليل فينا خدم 34 عام وعفنا حياته وفنا الشباب ديالو عطى من صحته ومن دمه وكل شيء، وفي الاخر ما كاين والو، ما استفدنا حتى شي حاجه. وهذا راه حقنا مسلوب، ان كاع القطاعات في المغرب كامل، كاع الوكالات في المغرب كامل كلهم استافدوا من هذه الزياده ديال 2011، الا مدينه الدار البيضاء. ومدينه الدار البيضاء هي القلب النابض ديال المغرب. بغي غير سؤال، علاش استثناونا من الزياده رغم اننا حنا قطاع واحد، حنا وكالات كلنا بحال، وعلاش حنا بالضبط استثناونا من الدار البيضاء؟ ومن هذا المنبر تنقول لكم حنا غنبقاو مواصل النضال ديالنا، وغنزيدوا في التصعيد، وغنزيدوا في النضال حتى ناخذوا حقنا ماجوراسيون 2011، حيث 2011 حق مسلوب خذوه لينا بالعربيه التعربيه، سخوناتو للاداره. حنا عارفين شكون اللي خدا لينا حقنا، اذا تنطالبوا باش حقنا يرجع لينا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.